السلام عليكم، معكم عصام تعليم. اليوم غادي نديرو بارتي 11 نتاع الشابيتر 7، أطول شابيتر تقريبا. وبزاف تاع الامتحانات كيكونوا من هاد الشابيتر. فاصون الامتحانات كيكونوا من أي شابيتر في الرومو. الهدف ديالنا هو نقراو كاع لي رومو، نشرحو كاع لي رومو، ونفهمو كاع لي رومو. اوكي، دو على بركة الله. الجملة التالية تاع المرة اللي فاتت، سونيتي، نبداو غير من هاد البوان. سونيتي با à vrai dire un récit. ما كانش بحال واحد الحكايه، راهي هضر على العيشه من جات عندهم وبدات تحاجي لهم. Mais une série d'événements accolés، ولكن مجموعه من الاحداث كما نقولوا اكولي، بحال اللي جنبا الى جنب، مترابطه les uns aux autres، واحد حدا واحد. Parfois les faits devenaient si compliqués، شي مرات كما نقولوا الحقائق وداك الاحداث اللي كانت تعاودهم لنا يوليو سي كومبليكي، معقدين بزاف. كولا لا عيشه ال ميم، لدرجه انه لا عيشه براسها نو سافي بلو او ايلونيتي، ما عرفتش فين راها، يعني باش كانت تتلف كثرت ما في الحاجه ديالها. اسي مومون، في هذه الاحداث سون فيزاج سو تروبلي، الوجه ديالها كان كما نقولوا يتبدل يتغير. une sorte d'angoisse، واحد شويه ديال القلق، لونغواس القلق. لوي كريسبي لي تري، كريسبي كيما نقولوا يجعد، ولا هكا بحال اللي يبرقع لها الملامح ديال وجهها، كمان ملي يتعصب ولا تبان فيه عينيه حمارو ولا هكا. سيزيو تخايسي، العينين ديالها خانوها. اون بروفوند انكيتود، العينين ديالها بينوا واحد القلق عميق، بروفوند انكيتود قلق. مي بيانتو ان لارج سوغيغ، ولكن موراها واحد لارج سوغيغ، واحد ابتسامه عريضه. فوني جات ديسيبي لوراج، ديسيبي كيما نقولوا بددت داك، كيما نقولوا شتتت داك لوراج، ديك العاصفه تاع الغضب. الى العيشه روبروني سون مونولوغ، ولا العيشه زادت كملت الحديث ديالها. فوالا كملوا. ما مير سوبيسي لي ميم تورمون، حتى ما كيما نقولوا كانت تبع نفس لي تورمون، نفس سوبيسي كيما نقولوا تحملت نفس المآسي ولا التورمون، هو العذاب هكا والألم اللي كانت تتعاود به ديك المرة، بحال اللي تبقى تتألم معاها باش هما صحابات. كومينيي دون لي ميم جوا، واخا كيتواصلوا يعني وكيفرحوا مع بعضياتهم في نفس اللحظات. ايبروفي لي ميم اموسيون، لي ميم ايموسيون او باو كيما نقولوا، يعني مو ايبروفي بحال اللي تبين نفس المشاعر كو سون نامي، يكون يهضر لك يحكي لك هكا شي واحد عزيز عليك ولا. اي لو فري بارفوا لا بوش، شي مرات كتحل فمها كوم بور لوي فونيغ اون ايد، شي مرات تتحل هكا فمها باش تجي كيما نقولوا تعاونها في الهضره. مي نو تروفون با لو مون كيل فالي، ولكن ما تلقاش الهضره الكلمه المناسبه باش تعاونها في الحديث. الور تسكت، نو ديزي ريان، تسكت. فوالا. Certains passages de ce long tissu، بعض الأحداث ولا بعض المقاطع من هذا long tissu، long tissu كما نقول هذا النسيج d'anecdote نتاع الحكاية، insignifiant اللي كما نقولوا فيه شي حوايج insignifiant يعني عديمة الأهمية، me transporter de plaisir، كانوا كما نقولوا ينقلوا لي الفرح ولا البهجة، يعني كيكونوا يهضروا خطرة واحدة يقولوا شي نكتة ولا لا. لا عيشة راكونتا، العيشة قالت بدات تحكي كو دون لا ميزون فوازين دو لا سيان، في الدار ديال الجارة ديالهم. دو لا سيان توت لي فام باغ ان كابريس دو هازار، كاع النساء بواحد كابريس دو هازار، بواحد كيما نقولوا واحد النوع تاع الحظ يعني الزهر، سابولي خديجة، كاع النساء في واحد الدار جارتها، لحقاش هما بكري كانوا يسكنوا بزاف تاع النساء هكا، ما كانش واحد يقدر يتحمل باش يشري دار كومبلي كيما اليوم. الوغ كانوا هكا جيران يسكنوا في دار كبيره بحال لي باتيمون اليوم. الوغ قلت لها كاع دوك النساء، بصح ماشي بزاف، يكونوا اربعه ولا خمسه، كاع النساء سميتهم خديجه. الوغ بوغ لي ديفيرونسيي، باش يميزوا بيناتهم، اون سبيسيفيي لا بروفيسيون دو ماري، كان نحدوا ولا كان نذكروا المهنه ديال الراجل تاع كل مره فيهم. خديجه لا فام دو ليبيسيي، خديجه مرت العطار، خديجة لا فام دو تايور، خديجة مرت الخياط، خديجة لا فام دو مارشون دو بترول، خديجة اللي راجلها يبيع داكشي ديال الفحم وداكشي.
للعشاء أجوتا، موراها للعشاء زادت في الهضرة. Il serait plus simple de les appeler Khadija la Sourde. موراها قالت، ولكن كيكون داك الشيء بسيط فاش نلغاو لهم les appeler Khadija la Sourde، يعني خديجة السمكة ولا هكا الأصم، يعني ما تسمعش. خديجة لا لوشون، خديجة الحولة، خديجة لا نوار، خديجة الكحلة. Tout le monde comprendrait ce qu'il s'agit. يعني عوض ما يقولوا لهم بسم الله الرحمن الرحيم يلقاو لهم هكا بعض، واحد يلقاو لها الحوله، واحد يلقاو لها السمكه، واحد يلقاو لها الكحله، هكا فوالا. نو غيم دو بون كور ا سيت بليزونتوري، ضحكنا بزاف من القلب ديالنا على هذه النكته. ما مير سابسونتا كيلكو مينوت، ما غابت واحد شويه دقائق، يعني مشات الكوزينه. إل روفان افيك ان بوكي دو سوج اي دابسينت. السوج هو ديك المريميه، والابسينت واحد العشبه هكا هي يديروها في التاي، مش عارف اكزاكتومون الشويه ديالها. Il a entrepris de faire son thé de grand jour, qui m'a entrepris, ou tout en versant l'eau bouillante de la terre, où il y a version, il y a une taille, l'eau bouillante, la terre, l'ébrière, ta chai. Et interroga la Laïcha, ou y a qui m'en goulou, en même temps qu'elle soule la Laïcha. Comment va ton nom? Qu'est-ce que je parle de dialogue? Parle-moi de ses affaires. Hadri li ala l'amal dialou, yani le business dialou, qui est d'ailleurs de chi. A-t-il de nouveau un associé? Ou je voulais un dossier chéri qui je dis? Travaille-t-il tout seul? Je ne sais pas si Hadi Khadija ou Shasra al-Ham à la Laïcha, à fond, à la Hakan Tbad, c'est le début de la Laïcha, à la Hakan Tbad, c'est le début de la مشكل مع واحد الشريك ديالو. المهم خافايتي تو سول، واش باقي واش ولا واش عاد خدام بحدو؟ جاوبتها على العيشة، إن با داسوسي، ما عندوش شريك بور لو يعني في هذه اللحظة، مي إنو ترافاي با سول، ولكن ما راهش خدام بحدو. إي لومبلوا تخوا زوفغي، راه داير ثلاثة ديال الخدامة. لي بابوش سو فوند بيان، البابوش دوك اللي يبيعوا هكا البلاغي وداك الشيء، سو فوند بيان، إي جو ني با لو دغوا دو مو بلاندغ. يعني راهم يبيعوا مزيان، ولكن يعني جو ني با لو دغوا دو مو بلاند، وما عنديش يعني علاش نشكي، يعني الحمد لله يعني الدواء راه محركه، ما عندي علاش نشكي. ان ما برومي دو ماشيتي، راه وعدني باش يشري لي او ديبي دو ليفير، في البدايه ديال المشتا، ان كافتان دو دغا فابريكو، واحد القفطان هكا كيما نقولوا فيه هكا بحال المشمش، المشماش هكا، المهم دوك القفطان. اوبجي كو جو ديزيري دوبوي سي لونتون، واحد الحاجه اللي كنت بغيتها وهذه شحال، يعني كنت بغيت نشري هذا القفطان وغادي نشريه لها. فوالا لوانج اديو، الحمد لله. لي ديفيكولتي، المصاعب فينيس توجور باغ سا بلانير، المصاعب دائما كما نقولوا تتحل، ان مع العسر يسرا، هكا يعني دائما باش يجي المشكل، يعني في الحياه تاعكم اون جينيرال باش يكون عندكم شي مشكل وكتبقاو تشوفوا فيه وتقولوا ما كانش السوليسيون، ما كان غير صبر غير صبر، غادي يبان السوليسيون. شحال ما يقول لك شحال ما ضيقت وساع هكا، الناس راه ماشي غير يجيو كيقولوها هذه، شحال ما ضيق الناس راه جربوها، جربناها، يعني تكون ضيقه ضيقه وغادي توسع شحال ما ضيقت. هذه بين قوسين اي لي ميزير والمآسي باغ تومبي دون لوبلي، والمآسي لي ميزير ك يعني تسقط في النسيان، يعني كنساوها المآسي. الحمد لله على نعمة النسيان. وي سوبيغ على العيشة كيما نقولوا، تنهدت لها العيشه، قالت لها يعني الحمد لله، يعني قالت لها هكا غير صادت، يعني الاخرى دوك كيقولوا له لاله زبيده اللي قالت لها يعني الحمد لله وداك الشيء، الاخرى قالت لها بحال دات يعني هكا بحال اللي الصبر راه ودي راه كاين حوايج اخرين ولا هكا، يعني الحمد لله ولكن راه المشاكل كاين مشاوش كاع. ما مير اتوندي دو نوفيل اكسبليكاسيون، ما بقات تسنى كيما نقول تشرح لها من جديد شنو صرا. سوبيتمون كما نقولوا بخضوع، راه تسمع سون امي سو تيزي، ولكن صاحبتها سكتت. لا شوز لانكيتا، هي تقلقت الا جوبي، يعني بحال اللي يدخلها الشك، المراه عندها شي مشكل. اكوا بونس تو لا عائشه، فاش راكي تفكري على عائشه؟ تي سومبل تريست، تباني لي حزينه. جيسبر كو تو فا سولون تي ديزير دون تون ميناج، نتمنى بلي كل شيء راه باغي كيما راكي، كل شيء يكون يتمشى كيما راكي تتمنايو في طون ميناج، يعني في السكنه ديالك. لا عيشة سوبيراسيون ريان دير، لا عيشة صارت بلا ما تقول حتى حاجة. ما مير سو فيرسا ان فون دو فير دو تي، مو كما نقولوا صبت واحد الكاس ديال اتاي هكا عميق، يعني هكا كتبات على خاطرها. لو غوتا ذاقتو،
اي باغي ساتيسفيت، يعني دارت يعني هكا بنين، اي باغي ساتيسفي، جاها لذيذ ذاك الكاس ديالها تاعي. اي سيرفي سون انفيتي، اي مو سيرفي، وعطات لاله عيشه كاس، وعطاتني حتى انا كاس. سي محمد قاعد يتسنى تسمى الهضره ديال النساء، يعني ساعات صغير. لاله عيشه باغلا اونفان، لاله عيشه موراها قالت Elle se pencha sur ma mère et lui chuchota à voix basse. كما نقولوا مالت على ما هكا، قربت لها يعني باش تخبر لها، شوشوطه ا فوا باس، وقعدت تهضر معاها بشويه يعني باش السي محمد ما يسمعش مزيان. نو سوم دو بيان فيبل كرياتور، رانا حنا يعني كتهضر على النساء، نو لي فام، نو سوم دي بيان دو بيان فيبل، نحن مخلوقات ضعيفه. ديو سول اي نوتخو سوتيان، سيدي ربي هو الوحيد المعين ديالنا، اي نوتخو مونداتير المعين ديالنا والمساعد ديالنا. Gardons nous bien de faire confiance aux hommes. يعني حنا كنديروا الثقه مزيان في الرجال، النساء يعني كيثقوا في الرجال. Elles sont trois points. Elles sont يعني باينه دلها شي حاجه اللي خلى لنا لاله عيشه حزينه، شحال عاونات وبات ذهب على مسبته. Anyway لاله عيشه ne trouva pas l'épithète juste، لاله عيشه ما لقاتش كيما نقولوا الكلمات المناسبه ولا باش توصف داك الشيء. Et se contenta d'agiter ses mains à la hauteur. وقعت هكا كيما نقولوا تطلع يديها وتحركهم، او دو سي زيبول تطلع يديها هكا الفوق لتحت، يعني تهضر وتحاول تشرح. اي دو ليفي لو زيو سيال، اي دو ليفي، وكتطلع هكا عينيها في السماء. فوالا ما مير مو بيرمي دو مونتي سور لا تيراس شوي دو طامبور، يعني لالا زبيده قالت لولدها طلع للسطح تلعب، يعني خلينا حنا نسى نحضروا. Je compris, tu m'as fait que les deux femmes avaient des secrets. Alors tu m'as blindé ça, à une seule chose, j'ai un homme, ou à l'asrar. À se communiquer, bravo, il y a trop bien à l'homme. Et craignez mes oreilles indiscrètes. Craignez, il y a une craifine, mais l'adam d'yali l'indiscrète, il y a une le. Qui m'en goulou le. Les. Mouhibba l'istitla, ou la haka. J'étais ravi de l'aubaine. Anna, je venais le haf, je gâte les tla. يعني عجبتني هاد الصفقه اللي عرضتها عليا. جو مونتي سور لا تيراس، طلعت للسطح سول دون سي فاست اونيفير، بوحدي في هاد العالم العريض. جو مو ليفري او جوا دو ريتم، وبقيت هكا لاهي يعني فرحان بداك الجوا، داك كان يطبل هكا وداك الشيء غادي مع داك الريتم ديالو. جانفونتي لي كومبينيزون لي بلو باربار، وبقى يحاول يطبل بحال دوك الناس ديال الامازيغ. Je tapais sur les deux faces de parchemin de mon sablier un peu outré. On peut dire que c'est le poétri dialou, dit que le trebouka dialou. Mais comme on goulou, il tombe dans le texte. D'une baguette rageuse, ou un amour rageuse, une tariqa bjhed gade. Mais si gade, ben il drop bjhed. Les murs multipliés les sons. Ou le head perd d'alia saut. Voilà. Qui me l'a fait à la fin de la page de la page de la Pendant ce temps, لاله عائشه اي ما مير فهاد اللحظه، لاله عائشه اي ما مير بونشي لي لون سور لي زوتر. لاله عائشه وما كانت مايله واحده على الاخرى، يعني مقربات لبعضياتهم. بابوتي بابوتي بابوتي، وكيف نقولوا كيهضروا يدردشون، يعني يهضروا راه غير تحكي لها باسكو راه عندها شي حاجه ماشي تما مع راجلها. لو سوار دي بوكي دو فام ريشمون فوتو، في العشيه كيما نقولوا دي بوكي بزاف ديال النساء، تاع النساء ريشمون فيتو، لابسات ملابس غنيه، لحقاش كان لابسين مزيان وداك الشيء اوغني توت لي تيراس، يوزي اوغني كيما نقولوا كانوا مزيانين كاع لي تيراس هكا سطوحه. لي طومبوغان ريزوني، والاصوات ديال البنادر ريزوني كيما نقولوا كتعطي الصدى ديالها. لي شون فيزي دو بارتو، اغاني كانت في كل مكان بارتو. لو سولي اون روب دور ساتاردي ا لوريزون، والشمس كما نقولوا كانت هكا اون روب دور، يعني هكا الشمس تكون من بين قريب للمغرب شويه، كيكون عندها واحد الكولور في الشكل. كانت هكا كما نقولوا ساتاردي ا لوريزون، يعني باقيه في الافق، يعني هكا في السماء. بيني توت لا في دو روز فاني اي دو موف ديليكا، وكانت مغطيه المدينه كامله بواحد الكولور تاع هكا ما بين الغوز والموف، يعني داك الكولور تاع الغروب تاع الشمس ديليكا مبهج. La première étoile clignota au bain de النجمة الأولى، ديك النجمة اللي تبان هكا قبل المغرب بشوية، راه حنا في الوقيتة قريبة من المغرب. سو في لو سينيال، يعني هذا هو لو سينيال. لاله عيشة أمبراسا ما مير هي بارتي، لاله عيشة عند تما ومشات تروح لدارها باسكو كان قرب المغرب. فوالا لا لومبا بيترول في أنيمي، شعلنا ديك اللامبا. نو زيتيون سون أون تران، ما كنا يعني بدون بهجة وابتهاج، كانوش فرحانين.
مون طامبور اي ما ترومبيت غيزي سور ان ماتلا، كانوا محطوطين هكا في واحد لكنت على واحد بحال الحصيره ولا دوك الطامبور ديالو بندير وديك المزمار وداك الشيء كله عاب ديالو. جون ايتي ديغوتي، كنت كاره. جو روتروفي افيك بليزير مي فيو فيتمون، لقيت الكسوه ديالي مي بليزير مي فيو فيتمون، يعني الكسوه ديالو القديمه اللي اني حاول يلبسها دو مي زابي نوف، وحيد ديك الكسوه الجديده ديالو. Je ne gardais que la chemise. Grâce à la chaleur de mon corps, son tissu s'était humanisé. بفضل الحرارة ديال الجسم، يعني كثرت من النهار كامل هو لابسها، التوب ديالها ديال ديك القمجة سيتي ايمانيزي، يعني بحال ولا لصق عليه وداك الشيء. Pour échapper au bruit des tambours qui bourdonnaient en cours sur mon crâne، باش نهرب échapper يهرب au bruit d'agir de tambours ديال دوك البنادر qui bourdonnaient en cours sur mon crâne واللي كانوا عاد بوردوني كيدوروا لي في الجمجمه ديالي، يعني في الراس ديالي كخان هي الجمجمه ولا هكا. جو فري ما بواط ا ميرفي، حليت لا بواط ا ميرفي ديالي مي زيو عينيا اي لا انا في بلو لا فورس دو روغاردي، العيني ديالي صافي كانت بلعو ما قدروش يشوفوا، يعني ونعس. هان وصلوا للنهايه، نتمنى يكون هذا الشرح مفيد لكم، نتمنى تستافدوا. كان معكم عصام تعليم، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله.